تفويض شعبي ضد الإرهاب، هكذا وصف اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر المظاهرات المؤيدة له والتي اندلعت في العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى. حفتر أكد أن قواته لن تعود إلى ثكناتها حتى تهزم الإرهاب، داعياً الشعب الليبي إلى مواصلة دعمه لحملته. يعلن باعتزاز وفخر وإدراك لخطورة المهمة ووعي بثقل المسؤولية عن قبوله وتشرفه بالتفويض الشعبي الواضح والصريح الذي أصدره الشعب الليبي اليوم، أمراً لا يرد وقراراً لا يقبل سوى الطاعة والتنفيذ بمحاربة الإرهاب. كما حذر الناطق باسمه الجنود الذين لم ينضموا إلى حملته التي تحمل اسم عملية الكرامة إلى الالتحاق بقواته في غضون 48 ساعة أو مواجهة العقوبات على حد قوله، إلا أنه لم يوضح حتى الآن طبيعة هذه العقوبات. في الوقت نفسه أعلن المؤتمر الوطني عن عقده اجتماعاً الأحد لبحث مبادرات المجتمع المدني والحكومة لحل الأزمة، إلا أن قوات حفتر حذرته من مغبة عدم الاعتراف بالأمر الواقع، مشيرة إلى إمكانية اعتقالهم في حال عقدهم لهذا الاجتماع. داليا الشيخ، بي بي سي.